عشان اكشف للناس انك كاذب وحرامي. تعال وقول للناس العربية المرسيدس اللي خدتها من الامارات باسم نادي الزمالك وديتها فين؟ وجايب حرامي اراضي بيقدمك، جايب حرامي فاسد في الزفلون الحزب الوطني. ها انا كنت فاكرك مجنون، لكن افتكرتك انت مجنون بس يا مجنون عبيط. انا هوريكم النهارده هذا البني ادم الكاذب. بصوا يا جماعه، ممكن نسمع بعض؟ لو عندك الشجاعه تعالى اقعد جنبي هنا عشان اربيك واعلمك الادب عشان ما تكذبش تاني. انما انت جبان، استغليت ان انا مش موجود وكذبت. فين بقيت قيمتك يا كذاب؟ فين كريم؟ فين شريف؟ فين هاني شكري؟ فين؟ روح فين؟ شوفوا يا جماعه، نبدا بموضوع الحفل.